عم ابو جهاد انت خبره في التقطيع، عطى على عم ابو جهاد انت خبره في التقطيع حبيبي الله يرضى عليك الله يساعدك ام النور بيتك عامر يا ام النور والله يا ام النور انك انت مسوي شيء الله يبارك فيك يسعدك فراس يعني حجه منور عند ام النور حجه اهلا وسهلا والله هي ابو جهاد ابو الماجد عيش ابو الماجد عيد ذكرياتك من هون اعتقل ابو الماجد من هون من هاي الحاره اعتقل ابو الماجد من باب من باب البيت هذا اي انا بقطع واللي ابو الماجد اول ما دخلت شو كان شعوره ابو الماجد اول ما دخلت على الحاره هوني بدبروا حالهم بدبروا حالهم خلص الحكي لا عم بقطع وهي فراس كمان منورته على السفره منورته